السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي Integrated Science للطلاب اللغات والمدارس التجريبية، معاكم مستر ممدوح. احنا هنحل النهاردة التقويم الواجب المنزلي بتاع الأسبوع الثالث. الأسبوع الثالث كان نازل فيه 3 دروس. الدرس الاولاني كان بيتكلمنا على الادابتيشن، والدرس الثاني كان بيتكلم على الايفكت اوف تمبريتشر، والدرس الثالث كان بيتكلم على دور السولار راديشن في الليفنج اورجانيزم او الاكواتيك انفايرمنت. ماشي، نبتدي كده بالسؤال الاولاني. أول سؤال بيقول لي هنا choose the correct answer. deep sea fish اللي هي الأسماك اللي بتعيش في الأعماق. احنا عارفين طبعا ان في الأعماق في مشكلة بتقابل المارين اورجانيزمز. ايه هي المشكلة اللي ممكن تقابل المارين اورجانيزمز جوه العمق؟ حاجتين: نقص في الأكسجين، انتوا عارفين ان الأكسجين أصلا صعب ان هو بيدوب في المية، فتلاقي في الأعماق طبعا نسبة الأكسجين بتكون قليلة جدا. تاني حاجة ودي مهمة جدا برضو، البريشر بتاعت الووتر، كل ما هنزل لتحت كل ما الضغط بتاعت المية بتزيد، فده ممكن يفجر المارين اورجانيزمز اللي موجودة في العمق. ولكن ده ما بيحصلش ليه؟ نتيجة الادابتيشن، هي بتكون عندها سكوات معينة بتقدر تعملها، بتقدر ان هي تتغلب على المشكلة دي. فهنا بيقول لي deep sea fish have arteries and veins that are not. هنا بيقول لي strengths والدرابيلتي اللي هو التحمل، قوه والتحمل، والدامتر. طبعا احنا عارفين ان الارترز والفين للديب سي فيش لازم تكون سترونج اند دورابل. دورابل معناها متحمل، وبيكون الدامتر بتاعتها ثيك عشان تقدر تتغلب على البريشر. يبقى الاجابه بتاعتي هتكون سي. بعد كده السؤال اللي بعده، ده سمك السلمون ده. ماشي، the figure shows the migration of salmon which is. مدام قال لي migration، احنا خدناه في انهي جزء في الادابتيشن؟ اخدناه في البيهيفير ادابتيشن. بيهيفير ادابتيشن ده اللي هو التكيف السلوكي، يعني حاجه بيقوم بيها الليفنج اورجانيزمز، يا اما فتره معينه في اليوم، يا اما فتره معينه في السنه، او فتره في خلال حياته، حاجة متعود عليها. ده كده اقول عليه behavior adaptation. السؤال اللي بعده، if the concentration of salt solution X is greater than the concentration of salt solution Y and then they are separated by semi-permeable membrane, which of the following moves due to the effect of osmosis. هو الاوزموسيس ده، ظاهرة دي او العملية دي، هي انتقال مين؟ انتقال المياه. يبقى هنا هنشيل اجابتين، السولت هنشيلها، يبقى احنا هنشيل A و B. ليه؟ الاوزموسيس ده انتقال المياه. طيب الووتر لما تيجي تتنقل بتتنقل منين؟ قال لي بتتنقل من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن. يبقى هنا دلوقتي المية مين اللي عنده لو كونسنتريشن؟ في السؤال بيقول لي ان الواي عنده لو كونسنتريشن، وفي الاكس عنده هاي كونسنتريشن من السولت. يبقى لما يجي الميه تتنقل هتتنقل من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن. يبقى الووتر فروم سوليوشن واي تو سوليوشن اكس. يبقى الاجابه بتاعتك هتكون دي. السؤال اللي بعده، the solution which has high concentration has osmotic pressure higher or less. اللي عنده high concentration بيكون عنده high osmotic pressure، في علاقة دايركت ما بينهم. يبقى اذا هنستبعد الاجابة C و D. يبقى هنا solution بتاعت high concentration عندها osmotic pressure high. طب osmotic pressure high دي بتعمل ايه؟ بتسحب المية، draw water from less concentrated solution. يبقى الاجابة بتاعتك هتكون A. The importance of contractile vacuole in a unicellular organisms زي الاميبا والابرين والبرميسيوم كده في الفريش ووتر. طيب احنا لازم نعرف ايه هي الكونتراكتايل فاكتور دي وعباره عن ايه.
دول عايشين في الفريش ووتر بيكون عندهم هاي كونسنتريشن، والفريش ووتر بيكون عنده لو كونسنتريشن اوف سولت. فالميه المفروض تخش من الفريش ووتر تخش على جسمهم بصفه مستمره. لو ما عندهمش كونتراكتايل فاكري او ما قدروش يتخلصوا من الميه الزياده اللي في جسمهم، هتلاقيهم حصل لهم سويلنج، انتفاخ كده وانفجروا. ليه؟ عماله تخش الميه بصفه مستمره بصفه مستمره بصفه مستمره فهينفجروا. فربنا خلق لهم الكونتراكتايل فاكري دي يحوشوا فيها الميه الزياده وبعد كده يطلعوها عن طريق السيل ميمبرين. فهنا الكونتراكتايل فاكري الدور بتاعها ان هي جيت ريد اوف، تتخلص من الاكسس ووتر. يبقى الإجابة بتاعتك هتكون A. السؤال اللي بعده. Which of the following represents the correct order of osmotic pressure؟ الـ correct order يعني من الكبير للصغير، ماشي. Correct order. هنمشيها من الكبير للصغير، كان المفروض إن هو يوضح يعني مين اللي عنده الـ osmotic pressure أعلى. الـ fresh water، بص خلي الفريش ووتر والسولت ووتر. السولت ووتر دي اعلى حاجه، الفريش ووتر دي اقل حاجه. يبقى احنا هنستبعد الاجابه ايه؟ الفريش ووتر هنستبعدها. طب هنا كلمه فريش ووتر وسي ووتر، وهنا سي ووتر وفريش ووتر، كده واحده من الاثنين دول هما الصح. طيب السوليوت انسايد فريش ووتر فيش ولا السوليوت انسايد سولت ووتر فيش؟ طبعا السوليوت انسايد سولت ووتر فيش هتكون اعلى في السوليوشن من في الكونسنتريشن من السوليوت انسايد فريش ووتر سوفيش. ليه؟ الاملاح الموجوده في الاسماك اللي موجوده في الميه المالحه اكتر من الاملاح الموجوده في الاسماك اللي في الميه العذبه. طبيعي لان هم عايشين اصلا في الميه المالحه. يبقى الاجابه بتاعتك هتكون دي. The osmotic pressure in the bodies of fresh water fish. طبعا الفريش ووتر فيش هو هنا هيقارنها بمين؟ هيقارنها بالفريش ووتر. يعني هو بيقارن دلوقتي الاجسام بتاعه الكائنات الحيه اللي عايشه في الفريش ووتر بالفريش ووتر نفسها. طب مين عنده الاوزموتيك بريشر اعلى؟ اكيد طبعا الكائنات اللي عايشه في الفريش ووتر عندها الاوزموتيك بريشر اعلى من الفريش ووتر. الفريش ووتر فيها املاح قليله. اما مقارنه بمين؟ املاح قليله مقارنه ب الاورجانيزمز اللي عايشه في الفريش ووتر. يبقى اذا البادز اوف فريش ووتر فيش بيكون عندها الاوزموتيك بريشر هاي. طب هي هاي يعني هتعمل ايه؟ يعني هتسحب ميه. يبقى هاي which leads to gaining water to its body. يبقى الاجابه بتاعتك هتكون دي. Osmotic pressure in the bodies of salt water fish. نفس القصة، الأوزموتيك بريشر بتاعة البادز اللي عايشة في السولت ووتر دي بتكون قليلة مقارنة بمين؟ مقارنة بالسولت ووتر. لأن مية البحر فيها أملاح كتير، نسبة كبيرة جدا من الأملاح عندها هاي كونسنتريشن. مقارنة بالأجسام اللي هي عايشة فيها عندها لو كونسنتريشن. يبقى هنا لو. طب لو هتعمل إيه؟ هتبتدي إن هي تخرج المية من جسمها. يبقى هي لو which leads to losing water from its body. السؤال اللي بعده. The streamlined body, mucus and scales help fish to reduce water resistance for moving in water and this is considered دي حاجة في تركيبة الجسم. تركيبة الجسم معناه structural adaptation. بعد كده السؤال اللي بعده. What is the environment in which each of the following occurs for salmon؟ طيب سمك السلمون أثناء فترة حياته قبل ما يحصل له maturity sexual، قبل ما ينضج، قبل ما يبلغ، قبل ما يتجوز، بيعيش في السي ووتر. لكن في بداية حياته خالص لما بيجي يتولد بيتولد في الريفر. ولما بيجي يعمل ريبرودكشن بيعملها في الريفر. تمام؟ يبقى هنا الانفايرمنت ان ويتش ات ليفز انتل ماتوريتي سيكشوال ده بيكون في السي. الانفايرمنت وير ات از بورن في الريفر. الريبرودكشن بتاعته بتحصل في الريفر. يبقى اذا الاختيار بتاعي هيكون ايه؟
the importance of air bladder. الاير بلادر احنا خدناها للبوني فيش بتعمل ايه؟ الاير بلادر دي بتساعد الفيش ان هي float on the water surface, يبقى helps her float. ده بالنسبة للاير بلادر. Ten percent من salt solution and 15% sugar solution are separated by a semi-permeable membrane. What happened? طيب الوتر لما تيجي تتنقل هتتنقل منين؟ من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن، يعني هتتنقل من الملح للسكر. ليه الملح؟ عشان بيقول لي 10% بس ملح و15% سكر، يبقى اذا ده لو وده هاي، والميه لما تيجي تتنقل بتتنقل من اللو للهاي، يبقى الوتر هتتنقل من السول سوليوشن تو شوجر سوليوشن. How do deep sea fish adapt to each of the following and what is the type of adaptation? ده على فكرة عشان الناس الذكية، ده مش سؤال تشوز، ها يعني عشان بس ما تفتكرش ان ده ايه عمالين نمشي تشوز، ده مش سؤال تشوز. فانت هنا بيقول لك ازاي is deep sea fish adapt to each of the following and what is the type of adaptation in each of the lake of oxygen. Lake of oxygen هي بيكون عندها large gills with fine capillaries عشان تزود من قدرتها على ايه؟ على تنفس الاكسجين القليل الموجود في الميه. increasing pressure، فانت عندك دلوقتي انت خدت السمكة الايس فيش بتقدر تعمل compressed للبادي بتاعها عشان تقدر تتغلب على الاكسترنال بريشر. عندك الليك اوف لايت، الاسماك برضك دي بيكون عندها لارج ايز عشان تقدر تزود من كفاءتها في الرؤية in the vision. خلاص يبقى هنا عندها لارج جيلز، increasing pressure، عندك الايس فيش بيقدر ان هو يعمل compressed للبادي بتاعه، وهنا الليك اوف لايت بيكون لارج ايز. طب هنا بيقول لي ايه نوع الادابتيشن؟ large gills with fine capillaries، ده بيكون عبارة عن المفروض انت خدتها في function adaptation، بس انا بقول لك ان الجيلز دي في تركيبة الجسم تبقى عبارة عن حاجتين structure و function. increasing pressure ده بيكون عبارة عن structure adaptation. lake of light ده بيكون عبارة عن برضك نفس القصة structure adaptation لانها في تركيبة الجسم. The figure show an ice fish. What do you know about this fish in terms of where do they live? احنا خدنا ان هي بتعيش فين؟ بتعيش في cold southern oceans. في cold southern oceans. The depth at which they live 2000 meter. What is the type of adaptation according to the surrounding environment? هي بيكون عندها طبعا large eyes وبيكون عندها طبعا structure adaptation وكمان function adaptation. الاثنين structure و function adaptation. طيب ده بالنسبة لي اللي احنا لسه في اسئلة المقالة. What is the name of the component indicated by the arrow and what is its importance in adapting to the fresh water environment? بص هو السؤال ده هو قصده على الكدني. في كتاب المدرسة هو مديك الحتة دي اسمها اير بلادر او سوين بلادر. الكدني هي يا جماعة البتاع الحمرة دي اسمها كدني. هو مشاور، هو مفروض ان هو يشاور على الكدني، بس انا جاوب لك الاثنين. هو قصده الكدني. ليه قصده الكدني؟ لان احنا خدناها صراحة موقع الكدني اصلا. هو بيقول لي What is the name of the component. احنا خدنا موقع الكدني ان هي موجودة في الابودومينال كافيتي on the both side of spines. يعني ده الحاجة الوحيدة اللي احنا خدناها في التركيبة الجسم هي موجودة فين؟ الكدني. تاني حاجة قال ان الكدني بالنسبة للفريش ووتر ان هي بتتخلص من get rid of excess water in the form of diluted urine. يبقى انا جواب على اساس الكدني، يبقى هي اسمها كدني، واهمية الكدني ان هي get rid of excess water in the form of diluted urine. هي بتتخلص من مية زيادة في صورة الـ diluted urine زي ما بتخش الحمام كده، الحمام الصغير. طيب بالنسبة لي الـ air bladder لو كتبتها air bladder
الاير بلادر دي بتساعد الفيش تو فلوت. بس انا بقول لكم وجهة نظري يعني ان هو ممكن يكون بنسبة كبيرة جدا مشاور على الكدني. Which of the following physical quantity is considered a measure of kinetic energy؟ ده درس التاني بقى، ده درس التمبريتشر. Measure the kinetic energy of the particle of the body، يبقى body temperature على طول، لان body temperature direct proportional to average kinetic energy. طيب السؤال اللي بعده، the following data shows a change in temperature of equal masses. يعني هو مديك substance W و X و Y و Z قد بعض في الماس، ومديك الناحية التانية اللي change in temperature ال W، بيقول لي هما الاتنين اتسخنوا بنفس كمية الهيت، يعني ال W اخدت هيت زي اللي خدته X وال Y وال Z. انا هنا بعمل مقارنة بين الاربعة substance دول. هنا ال W لما سخنت فرق التمبريتشر زاد بقى 5، هنا زاد بقى 10، زاد بقى 15، زاد بقى 20. السؤال بقى هنا ايه؟ Which substance W ولا X ولا Y ولا Z has largest specific heat؟ اللي عنده specific heat عالي لما بيجي يسخن يسخن ببطء، واللي عنده سبيسيفيك هيت قليل لما بيجي يسخن يسخن بسرعة. يعني انت لو عندك مية وزيت حطيتهم على البوتاجاز بنفس السورس بتاعت الهيت، مين اللي هيسخن اسرع؟ الزيت. ليه؟ عشان عنده السبيسيفيك هيت اقل. المية اعلى مادة في السبيسيفيك هيت في العالم كله، ده نتيجة الهيدروجين بوند هي اللي مخلية السبيسيفيك هيت بتاعته عالية. طيب يبقى لما دي دلوقتي الزيت يسخن والميه يسخن، مين اللي هيوصل لدرجه حراره 50 الاول؟ الزيت. ليه؟ عشان الزيت عنده السبيسيفيك هيت بتاعته قليل فيسخن بسرعه. هنا دلوقتي اعلى واحد في السبيسيفيك هيت هو اقل واحد في زياده التمبريتشر، مين اقل واحد زاد في التمبريتشر؟ هو W. يبقى اذا الاجابه بتاعتك سبستانس W. which of the following values on the Kelvin scale is equivalent to negative 10 Celsius degree؟ طيب وانا عشان احول السيلسيوس لكلفن بنعمل ايه؟ بنكتب الرقم بتاع السيلسيوس اللي هو negative 10 وبنجمع معاها رقم تحفظه 273. دي بالكالكوليتور لما تيجي تعملها 263، يبقى الاجابه بتاعتك هتكون A. السؤال اللي بعده، a certain amount of substance whose temperature rises from، هي ارتفعت من 30 Celsius degree to 310 Kelvin، then the change in temperature is. ما انا مش هقدر اعرف ال change in temperature طبعا دي T1 ودي T2 غير لما اوحد اليونتس، ما ينفعش اشتغل بالسيلسيوس والكلفن، يا اما اشتغل الاثنين كلفن يا اما اشتغل الاثنين سيلسيوس. طيب لو انا عايز احول السيلسيوس للكلفن بنعمل ايه؟ بناخد الرقم بتاع السيلسيوس ده وبنجمع معاه 273، دي بالكالكوليتر تطلع لي ب 303 كلفن. يبقى انت دلوقتي عندك التي 1 ب 303 والتي 2 ب 310، فرق الديفرنس ما بينهم هيكون كام؟ 7 كلفن. يبقى الاختيار بتاعك هيكون ايه؟ طيب السؤال نمبر 20، هنا بيقول لي the following table data shows a specific heat of a group of different substance W, X, Y, Z، ومديك ال specific heat بتاعت كل واحدة ماشي. When equal masses of these substances are given the same amount of heat, which material has higher temperature؟ مين اللي هيوصل ل temperature أعلى؟ اللي يقدر يوصل ل temperature أعلى هو أقل مادة في ال specific heat. مين اقل واحد فيهم في السبيسيفيك هيت؟ هو الزد، يبقى سبستانس زد. ليه؟ لانها تسخن بسرعه، كل ما بيكون السبيسيفيك هيت قليل كل ما يسخن بسرعه.
amount of heat required to raise a temperature of 0.9 kilogram of copper by 70 degree equals the specific heat مديك بتاعت الكبر. هو عايز هنا كيو. طب انت عندك كيو، القانون بيقول لك ان كيو ايكوال ايه؟ ام سي دلتا تي. طب مديك الماس بكام؟ ب 0.9. مديك السي اللي هي السبيسيفيك هيت بكام؟ ب 385. ومديك هنا فرق التمبريتشر اللي هو هم مديك اصلا دلتا تي على طول بكام؟ ب 70. دي بالكالكوليتر هتطلع لي، هيطلع لي يا جماعه الخيار دي تعملها بالكالكوليتر، هيطلع لك الخيار ايه؟ absolute zero is equivalent to absolute zero معناها زيرو كلفن. طب ليه مش سيلسيوس؟ عشان دلوقتي الكلفن دي يا جماعه هي الانترناشونال سيستم يونت، دي الوحده العالميه المعروفه في العالم كله ان التمبريتشر بتتقاس بالكلفن، فكلمه absolute zero معناها زيرو كلفن. If you know that the normal human temperature 37 then لو هي بالكلفن بقى. طيب ماشي، هناك كتير. لو انا عايز احول دلوقتي السيلسيوس لكلفن بنجمع معاها 273، هيطلع لي بالكالكوليتر 310 كلفن. If you know that the specific heat of glass at 140 جول لكل كيلوغرام سيلسيوس it is equivalent to its equivalent to جول لكل كيلو جرام كلفن، هي هي، لان كل زياده في السيلسيوس بيقابلها زياده نفس الدرجه للكلفن. يعني دلوقتي درجه الحراره زادت 1 سيلسيوس هتزيد 1 كلفن، زادت 2 هتزيد 2 كلفن and so on. يبقى هي هي الميجرنج ليفل بتاعت السبيسيفيك هيت، ممكن اكتبها 840 جول لكل السبيسيفيك هيت عامه، يعني الميجرنج ليفل بتاعته ام جول لكل كيلو جرام سيلسيوس او جول لكل كيلو جرام كلفن، هي هي يا جماعه. خلاص الميه مثلا 4200 وهنا برضك هتطلع ب 4200، يبقى اذا السبيسيفيك هيت نفس الايه؟ اليونتس، مش تفرق. يبقى هنا الاجابه بتاعتك هتكون نفس الاجابه 840. When the same amount of heat was given to four samples of equal mass but of different material, the following was observed. The temperature of a sample W of material increased by 20. The temperature of sample X material increased by 40. The temperature of sample مش هنخليها بقى W، هنخليها Y، ودي هنخليها Z. The temperature of sample Y of material increases by 60. The temperature of sample Z of material increases by 80. Which material has highest specific heat؟ أعلى specific heat هو أقل درجة في تغير، أو أقل حاجة في تغير درجة الحرارة. مين اللي زاد درجة الحرارة أقل حاجة؟ هو sample W. يبقى إذا الإجابة بتاعتك هتكون substance W. What is meant by a substance 2 kilogram gains an amount of heat 10,000 joule with temperature بتاعته 10 Celsius degree. طيب هو هنا مديك الماس ومديك الكيو ومديك الدلتا تي، ناقص مين عندي في القانون؟ عندك كيو ايكوال ام سي دلتا تي. انا مديك ده ومديك ده ومديك ده، ناقص مين؟ ناقص السي. طب السي عشان اجيبها بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو اوفر ام دلتا تي. يبقى انت تعملها كانها مساله جدا. هو بيقول لي هنا واتس مينت باي، هقول له معناها ان السبيسيفيك هيت بتاعت السبستنس دي هتساوي 10,000 اوفر 10 باي 2 ايا كان بقى الرقم اللي هيطلع جول لكل كيلو جرام سيلسيوس ديجري. وات اور the factors affecting the amount of heat gained or lost by a substance for changing its temperature. انت عندك دلوقتي هنا Q equal mc delta T.
الكيو دي بتعتمد على ثلاث حاجات، بتعتمد على الماس بتاع السبستنس، بتعتمد على نوع السبستنس نفسه عشان السبيسيفيك هيت، وبتعتمد كمان على التشينج ان تمبريتشر. يبقى دول الفاكتورز اللي بتاثر على الاماونت اوف هيت. ذا ديبر اوف ووتر ذا مور انتنس. اه كده دخلنا في الدرس بتاع السولار ريديشن. ماشي. ذا ديبر اوف ووتر the more intense the light below the water surface. كل ما الضوء بينزل لتحت كل ما الانتنستي بتاعته بتقل، يبقى هنا gradually decreases. Which of the following statement represents the correct arrangement of the luminous zone in the water according to their depth from top to bottom. طبعا هنا اليوفاتيك زون دي اول واحدة، بعد كده تو لايت زون، وبعد كده الدارك زون. يبقى هنا اليوفاتيك زون، التو لايت زون، افوتيك زون هي الدارك زون. افوتيك زون هي الدارك زون. يبقى هنا الاجابة بتاعتنا هتكون سي. الإيفاتيك زون دي اللي هي المنطقة بنقول عليها المنطقة المبهجة المنورة، دي هي بتكون تحت السيرفس بتاعة الووتر بشوية. كل ما هنزل في الويست كده بنقول التولايت زون اللي هو الشفق، زي ضوء الغروب كده يا جماعة بتاع الشمس، خلاص بتبقى الإضاءة فيه قليلة. الأفوتيك زون اللي هي الدارك زون بتبقى مظلمة. السؤال اللي بعده، the greatest amount of light that penetrates the water surface when the angle between the falling sunlight and the water surface is equal to. طبعا دي بتكون 90. ليه 90؟ لان هو نازل هينزل perpendicular، فالانجل هنا 90. لانه هينزل perpendicular. Which of the following electromagnetic ray is completely absorb its energy about 10 سنتيمتر؟ 10 سنتيمتر دي معلومة مباشرة واضحة، هتبقى الـ infrared rays. Which of the following statements is true؟ أنهي جملة من دول بتكون صح؟ Water depth affects only light absorption، ولا الـ water depth affects only light intensity، ولا الـ water depth affects both light absorption and intensity. The depth of water doesn't affect either absorption of light or light intensity. لا طبعا الـ water depth affect both light absorption and intensity. When the light reaches a depth about 10 meter below the ocean surface the water absorbs more than، طبعا دي اجابه بردك مباشره، 50% من ال visible light. In the clear tropical water only about a of visible light reaches a depth 100 meter mostly in the not color range. طبعا هتكون 1% من البلو كولر رينج، وقلنا ان البلو كولر رينج اللي هي الالوان البارده. انت عندك الوان هو بنقول عليها وورم كولرز زي الريد والاورنج، والالوان البارده زي البلو والفايلت. In the process of photosynthesis، طبعا السولار انرجي تتحول لكيميكال انرجي. The process of photosynthesis occurs mainly in the not layers of the earth. هي بتحصل تقريبا في متوسط البحر، يعني ما بين العمق وما بين السطح في المتوسط، فتبقى ميزو بلاجيك. هنا دي معناها في الأعماق، ودي معناها في الهواية بعيد جدا، ودي فوق مستوى سطح البحر. يبقى هي الإجابة هتكون B.
طيب يا شباب، كده احنا خلصنا الواجب المنزلي بتاع الاسبوع التالت. اتمنى يا رب ان انا اكون فدتكم. كان معكم مستر مندوح، الى اللقاء.